برودوي سكالير. الوغ واش هو لو برودوي سكالير؟ بعد ما تكلمنا على الفضاء دو هيلبير، ثم تكلمنا على ليكيت، تكلمنا على لي زيتا، فوالا الوغ لي سباس دو هيلبير، لي فيكتور ديتا. الان نتكلموا على برودوي سكالير، مرحله مرحله. اذا هذا هو التسلسل الطبيعي لفهم لا ميكانيك كوانتيك. وطبعا نركزوا دائما الاشياء اللي نحتاجوها في الانتراكسيون، تفاعل الضوء مع الماده، الانتراكسيون ماتيير لوميير. الان لو برودوي سكالير، الوغ لو برودوي سكالير دو دو زيتا، عندنا دو زيتا. لو برودوي سكالير هو ست نومبر. اول حاجه ست نومبر كومبلكس. برودوي سكالير يعطينا نومبر كومبلكس، ما يعطيناش ان كات ولا يعطينا ان برا. Alors la notion de produit scalaire permet de définir la norme d'un vecteur complexe ainsi que la notion d'angle entre deux vecteurs. Alors le produit scalaire yesmahna bi annana na'raf la norme. La norme huwa 'adad. Idhan ay vecteur d'état, ay vecteur complexe, le produit scalaire bin deux vecteurs complexes kima hna deux vecteurs complexes phi et psi yatina la norme. La norme li huwa 'adad. إذا أعطانا ما لا نهاية، رانا خرجنا من الفضاء الشعاعي أو من فضاء دويلبير، باسكو فضاء دويلبير في الحقيقة هو فضاء، هو نوع من أنواع فضاء الفضاءات الشعاعية. كان عدة فضاءات شعاعية من بينها لسباس دويلبير كي تي شوازي بور أنكادغي لا ميكانيك كونتيك. سي سو برودوي إي زيرو، إذا كان هذا البرودوي هو زيرو، لي دو زيتا سون أورتوغونو. Le produit scalaire d'un état avec lui-même est réel et strictement supérieur à zéro. Alors le produit scalaire d'un état معنفسه هو اولا réel حقيقي ou strictement supérieur à zéro. اكبر من الصفر، تماما من الصفر. Alors satisfaisant aux propriétés suivantes. اذا le produit scalaire عنده هذه الخصائص، وهي خصائص مهمة جدا. أول خاصية هي إذا كان عندنا كات اللي هي la superposition de deux autres كات ضرب عفوا برا اللي هو la superposition de deux برا الداخل بسي 1 بسي 2 ضرب لامدا 1 إلى لامدا 2 استدغ la superposition de ضرب الكات في. إذا هو توزيعي، إذا نوزعوه هنايا، ولكن فقط مادام لامدا موجودة في البرا ماهيش موجودة في الكات، إذا خرجت خارج البر تولي لو كونجوغي. هذه مهمة دائما تقع فيها الأخطاء، إذا كي تخرج دائما ترجع للكونجوغي. إذا كان العكس عندنا لو برا تاع في ضرب لو كات، هذا هو اللي هو لا سوبربوزيسيون دو دو زوتر كات. ألوغ لما تخرج لامدا بما أنها موجودة في الكات تخرج بدون ما تخرجش للكونجوغي، يخرج لو نومبر كومبلكس نورمال. لو برودوي سكالير دو دو فيكتور كي نقلبوهم يولي لو كونجوغي تاع لو برودوي سكالير. لو برودوي سكالير هنا يساوي الصفر وقتها إذا كانوا سون أورتوغونو، إذا كانوا هذون أورتوغونو متعامدين. لو برودوي سكالا أكبر ستريكتومون سوبيريور أ زيرو، إذا كانت هذه اللي تكلمنا هنا ستريكتومون سوبيريور أ زيرو، إذا كانت هذه ما تساوي الصفر. إذا كان لو كات يساوي الصفر طبعا تعطينا الصفر. لو برودوي سكالا هاي تساوي الصفر، إذا تعطينا الصفر. سي سو برودوي لونيتي، إذا كان لو برودوي هذا لونيتي، أون دي كيل أ إيتي نورماليزي، نقولوا عليه نورماليزي. ألوغ سي le ket psi de 1 et le ket psi de 2 sont orthogonaux et normalisés, les amplitudes lambda 1 et lambda 2 sont données par. Alors اذا كان درنا الاورتوغونو اي نورماليزي هذو لي دو كات، لي امبليتود هذون يولوا يكتبون بهذا الشكل. بمعنى لاحظوا معايا مليح باش ما تنساوش، لو برودوي سكالير بين لامدا 1 اللي هي هنايا، اللي هما يعني باش نشرحها بطريقه بسيطه، هنا خذينا دو زيتا، خذينا ديمونسيون دو ان اسباس ا دو ديمونسيون، ديمونسيون ا دو ديمونسيون ا دو ديمونسيون، وبالتالي ناخذ مثلا معلم متعامد ومتجانس. لا فونكسيون دوند اللي هي بسي شعاع، اعتبرها شعاع، اسقاطه على محور اكسات وعلى محور اكراك. محور اكس دي زيكس اللي هو كاين تمثلو بسي دو 1، وهنا الشعاع بسي دو 2 في المعلم تاع العينة تاع لي زيكغيك. الوغ لا كومبوزونت فوالا لو برودوي سكالير تاع بسي دو 1 وبسي، لا كومبوزونت هي لامدا 1،
la composante تاع psi sur l'axe اللي موجودة فيه psi de 2 هي lambda 2. D'accord. وإذا قلبناهم تعطينا لو كونجوغي اللي تكلمنا عليها خاصية من خصائص لو برودوي سكالير. إذا كانت سي لو كات هذا بسي ال ميم نورماليزي الوغ مربع لي لامدا 1 اللي وجدناه هنا ولامدا 2 اللي هي الاسقاطات نتاع هذا الشعاع على اكس وعلى ايكغيك اذا مربع زائد مربع لازم تساوي واحد. هنا درنا لا نورماليزاسيون وهنا كنت لاحظوا في القط شرودينجر اين هو قط شرودينجر اذا هنا مورو فيفون اذا هذه مربع زائد هذه مربع لذلك درنا جذر 2 هذه مربع زائد هذه مربع اذا تساوي الواحد. داكوغ ولا لا؟ جذر 2 على 2 مربع هي تساوي 2 على 4 زائد 2 على 4 2 على 4 زائد 2 على 4 كم تساوي 4 على 4 1 اذا صحيح. اذا هنا درنا لها نورماليزاسيون. بون اين نحن بالضبط كي نكمل؟ اذا هذه بالنسبه هنايا هنا كيعودوا عندنا دو زيتا برك. اذا اي ايطا اذا كانوا هذون يشكلون باز في ليسباس دو إلبر اللي هو لو كات بسي دو 1 و لو كات بسي دو 2 يشكلون باز ا دو ديمونسيون الوغ اي كات في هذا ليسباس نقدر نكتبوهم بدلاله هذو لي دو كات اللي هي لامدا 1 بسي دو 1 زائد لامدا 2 بسي دو 2. اذا كان ا ان ديمونسيون اون باز ا ان على n dimension تولي lambda 1 psi de 1 زائد lambda 2 lambda 2 psi de 2 زائد lambda 3 psi de 2 psi 3 زائد lambda 4 psi 4 l'état psi 4 ainsi de suite. وبالتالي نقدر نكتبوها كحالة عامة بهذا الشكل. إذا أي كات نقدر نكتبوه هو la superposition تاع جميع تاع la base هذه. داكوغ من n تساوي 1 حتى l'infini à dimension infini avec comme condition si هذه normalisée et les états sont orthogonaux. اذا مجموع جي مجموع لي كومبوزونت هذون لي نمبر كومبلكس لازم مجموع مربع طويل مربع الاول ثاني زائد ثالث دائما لازم تساوي الواحد كما خدمنا من اجل ان اسباس ا دو ديمونسيون.